السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم طلاب ثامن؟ اليوم راح نبدأ بالدرس الأول، الدرس الرابع من مادة التربية الوطنية الذي يتحدث عن تطور السلطات الدستورية. تحدثنا في الدروس السابقة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. تعرفنا على كل سلطة على حدة، ما هي اختصاصاتها وما هي مجالاتها وكيف ساهمت في تطوير الدولة وما علاقتها بالسلطات الأخرى. اليوم بدنا نشوف كيف هاي السلطات تطورت منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية إلى وقتنا الحاضر. طبعا مع بداية عهد المغفور له الملك عبد الله الأول، اللي هو قام بتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وهو مؤسس الأردن، كان من ثوابت الدولة الأردنية هي وضع اللبنات الأولى للنظام السياسي الأردني الحديث. فكانت الدولة مع بداية تأسيسها لا تمتلك نظام قادر على إدارة الدولة في كافة المجالات، فكان لابد من وضع هذا النظام حتى يحدد أو يضبط علاقة الأردن مع الدول الموجودة حواليها، ويضبط علاقة الأفراد داخل المملكة الأردنية مع بعضهم البعض، ويضبط علاقة الدولة الأردنية مع دول العالم الخارجي. فهذا النظام السياسي كل ما كان نظام قوي كل ما كانت الدولة قوية. فكانت هي أهم غايات أو أهم الثوابت التي حرص الملك عبد الله المؤسس على القيام فيها. بعد ما وضع اللبنات الأولى للنظام السياسي وبالفعل وضعها وتمكن من تحقيق ذلك، نجح في إرساء دولة القانون التي تستند إلى، إذا هون عندنا سؤال، تستند دولة القانون إلى عدة أمور، وهي إذا دولة القانون تستند إلى 1. الحكم الدستوري وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية. هي أول نقطة تستند إليها إيش؟ دولة القانون. 2. المواطنة الفعالة، تركز على المواطنة الفعالة. 3. تقبل التعددية والرأي الآخر. هذول الثلاث نقاط هي الأمور التي استندت عليها دولة القانون التي تحققت أو تم ترسيخها بفعل النظام السياسي المتطور والجيد الذي حرص الملك عبد الله الأول على وضعه. رح نبدأ أولا بالسلطة التشريعية، نشوف كيف هاي السلطة بلشت تتطور منذ بداية التأسيس. في نيسان عام 1923، طبعا كل التواريخ الموجودة في هذا الدرس مهمة جدا، في نيسان أو في الأول من نيسان لعام 1923 انعقد أول مجلس للشورى في الأردن. لما نحكي مجلس شورى يعني عبارة عن مجموعة من الأشخاص انعقدوا في اجتماع معين وقاموا بالتشاور في مواضيع معينة، بيطرحوا موضوع كل شخص بيعطي رأيه وبيصلوا بالنهاية لقانون. فبسبب انعقاد هذا المجلس انبثق أثر ذلك اللجنة التي وضعت الأساس التي سيقوم عليها نظام المجالس التشريعية في البلاد وكيفية انتخابه. إذن ما هي نتيجة مجلس الشورى؟ ما هي نتيجة انعقاد مجلس الشورى في الأردن؟ كانت نتيجة انعقاد مجلس الشورى في الأردن في الأول من نيسان لعام 1923 اللي هي انبثاق اللجنة التي وضعت الأساس التي سيقوم عليها نظام المجالس التشريعية. إذن نتيجة انعقاد مجلس الشورى. هاي عندك هون سؤال، إذا في أي عام انعقد مجلس الشورى؟ انعقد في 1 نيسان 1923 وهو في الأردن. ما هي نتيجة انعقاد أول مجلس شورى في الأردن في 1 نيسان 1923 اللي هي انبثقت اللجنة التي وضعت الأسس التي سيقوم عليها النظام المجالس في التشريعات في المجالس التشريعية في البلاد وكيفية الانتخاب. في عام 1928 صدر أول قانون انتخابي. إذن في عام 28 شو صار عندنا؟
صدر أول قانون انتخابي. ماذا يتضمن هذا القانون؟ يتضمن الآتي: دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا، فقد نص على تشكيل مجلس تنفيذي. هذا المجلس التنفيذي يضم 6 أعضاء. شو مهمتهم؟ إدارة شؤون الدولة. إذن في عام 1928 صدر أول قانون انتخابي. ماذا يتضمن أو ما هو نص هذا القانون؟ نص هذا القانون: دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا، أي يصبحوا سلطة واحدة بيعملوا مع بعض في مجال واحد. هسا بما أن دمجناهم مع بعض، شو راح يصير في إجراءات؟ أول هاي الإجراءات تشكيل مجلس تنفيذي. هذا المجلس وظيفته إدارة شؤون البلاد. إذا ما هي وظيفة المجلس التنفيذي؟ إدارة شؤون البلاد. كم عدد الأعضاء في المجلس التنفيذي؟ 6 أعضاء. إذا عن نقطة هون في عندك سؤالين: عدد أعضاء المجلس التنفيذي، وما هي وظيفة ما الأعضاء في هذا المجلس. هاي أول مجلس. هسا هذا المجلس له علاقة بالسلطة التنفيذية اللي هو المجلس التنفيذي. بما أن السلطة التشريعية صارت اندمجت مع السلطة التنفيذية، فأكيد رح يصير عندنا إيش اسمه؟ مجلس تشريعي. هذا المجلس التشريعي يتكون من أعضاء منتخبين. مين بينتخب هذول الأعضاء؟ اللي هم الشعب، اللي هم إحنا. ننتخب أعضاء حتى يمثلونا أمام الحكومة في القرارة، يمثلونا أمام الحكومة، يتخذوا القرارات المناسبة أو يكونوا ممثلين لنا في أي قرارات سوف يتم اتخاذها داخل الدولة. إذن في عام 1928 صدر أول قانون انتخابي نص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا. إذن أول قانون انتخابي كان في 28، ماذا نص؟ نص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا. شو إجراءاته؟ قام بتشكيل مجلس تنفيذي ومجلس تشريعي. المجلس التنفيذي مهمته إدارة شؤون البلاد ويضم 6 أعضاء. المجلس التشريعي أعضاؤه منتخبين من قبل الشعب، ومهمتهم تمثيل الشعب أمام الحكومة والمشاركة وإبداء آراء الشعب في اتخاذ القرارات المختلفة. هسا أعضاء المجلس التنفيذي طبعا رئاسة المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي كانوا إيش؟ يترأسهم اللي هو رئيس مجلس النظار، اللي هو أنذاك كان رئيس الوزراء. هسا نيجي على كيف تطورت السلطة التشريعية بعد الاستقلال. هسا استقلت الأردن في عام 1946، وبويع الأمير عبد الله ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية. هسا صار هناك تعديلات على قانون الانتخاب، صارت دولة مستقلة لها سيادتها التامة، فيها ملك، فيها نظام سياسي مستقل. هسا عدلوا قانون الانتخاب. شو عدلوا؟ وتعدلت قانون الانتخاب وصار عندك دستور جديد للدولة. هذا الدستور كان في عام 1947. طبعا هذا الدستور ما تم اعتماده، لكن صدر دستور بعده. هذا الدستور ظل معتمد لغاية اللحظة. طبعا هذا الدستور كان نقطة تحول مهمة في نظام البرلمان الأردني. كيف كان نقطة تحول؟ من خلال أنه ألغيت المجالس التشريعية ونص على إيجاد مجالس نيابية منتخبة، واعتمد هذا الدستور لأول مرة بنظام المجلسين النيابيين اللي هو مجلس النواب ومجلس الأعيان. إذن بعد إعلان الاستقلال في عام 1946 بويع الأمير عبد الله ملكا للبلاد، و أصبحت الدولة دولة مستقلة ذات سيادة تامة لها نظامها الخاص فيها. هسه بعد ما أعلن الاستقلال صدر عندنا دستور أردني جديد لعام 1947، وأيضا صار عندك تعديلات على قانون الانتخاب، وصار عندنا تغير في النظام البرلماني الأردني. من خلال كيف برز التغير أو شو مظاهر التغير؟ إنه ألغيت المجالس التشريعية
ونص على إيجاد مجالس نيابية منتخبة، واعتمد هذا الدستور لأول مرة نظام المجلسية النيابية اللي هو مجلس النواب ومجلس الأعيان. إذا عندك هون سؤال، صدور الدستور الأردني الجديد لسنة 1947 كان نقطة تحول مهمة في النظام البرلماني. كيف ذلك؟ بتقول لي من خلال أنه ألغيت المجالس التشريعية ونص على إيجاد مجالس نيابية منتخبة، واعتمد هذا الدستور لأول مرة نظام المجلسين النيابيين، مجلس النواب ومجلس الأعيان. إذا السؤال، كيف ساهم أو صدور الدستور الأردني في عام 1947 كان نقطة تحول مهمة في النظام الأردني أو في البرلمان الأردني، من خلال بتكتب لي شو صار أو شو الإجراءات اللي اتبعها. طبعا نص الدستور كان كالآتي: يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين وفقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي أن يراعي فيه التمثيل العادل للأقليات. يعني إحنا كشعب راح ننتخب هذول الأعضاء، وهذول لازم يراعوا التمثيل العادل للأقليات بحيث يطالبوا حقوقهم، يتحدثوا باسمهم وما يلغوا وجودهم داخل الدولة. طبعا ننتقل هسه لفترة حكم الملك طلال. في أثناء حكم الملك طلال بن عبد الله وضع دستور جديد للدولة في عام 1952، وهو الدستور المعتمد لغاية الآن، هو الدستور المعتمد لغاية اللحظة. وهو الدستور المعتمد لغاية الآن. هذا كيف معتمد لغاية الآن؟ يعني إحنا لغاية اللحظة هاي ولغاية الآن نتبع القوانين والأحكام الموجودة في الدستور الذي وضعه الملك طلال بن عبد الله في عام 1952. هذا الدستور الذي وضعه الملك طلال في عام 1952 برضه أحدث نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية. كيف هاي؟ إنه أعطى مجلس الأمة مسؤولية تبيين التشريعات والرقابة المالية والسياسية. إذن السؤال كالآتي: قام الملك طلال في عام 1952 بإصدار دستور جديد للدولة. هذا الدستور كان نقلة نوعية أو أحدث نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة، من خلال إيش؟ إنه أعطى مجلس الأمة مسؤولية تبين التشريعات والرقابتين المالية والسياسية. يعني صار مسؤول عن تشريع القوانين في الدولة اللي هو مجلس الأمة بمجلسي الأعيان والنواب، وأصبح يراقب الأمور المالية والسياسية داخل الدولة. طبعا مجلس الأمة يتألف من مجلسين، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب، وهاي حكيناها في السلطة التشريعية ومجلس النواب. إذن مجلس الأمة يتألف من مجلسين، هما الأعيان والنواب. مجلس الأعيان يعين أعضاؤه من قبل الملك، مدته 4 سنوات تبدأ من تاريخ المحدد في قرار التعيين. يعني متى تعين؟ بمدة هذا العضو 4 سنين من تاريخ تعيينه. مجلس النواب ينتخب انتخاب مباشر من قبل الشعب، مدته 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. طبعا بحكي لك، كانت الضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية بعد قرار الوحدة، وحدة الضفتين، في نيسان 1950. وترتب على احتلال الضفة عام 1967 حدوث فراغ دستوري
استمر لغاية 1978. إذا الفراغ الدستوري في المملكة الأردنية الهاشمية استمر لغاية 1978. هسا هذا الفراغ ساهم في تأسيس المجلس الوطني الاستشاري. إذا الفراغ الدستوري الذي عانت منه المملكة لغاية عام 1978 كان سبب في تأسيس المجلس التشريعي أو المجلس الوطني الاستشاري. هسه بوصفه صيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري القائم حتى أعلن عن إعادة الحياة البرلمانية في يناير عام 1984. فدعا مجلس النواب التاسع إلى عقد دورة استثنائية في عام 1984، ثم أعيدت الحياة للنيابية في عام 1989 بانتخاب مجلس النيابة 11 وفقا للنظام الثنائي المفتوح. فكان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية. طبعا هناك قانون صدر في عام 53 بيعطيك أو بيعتمد نظام الصوت الواحد. إذا هاي الفقرة بتحكي لك إنه قديما في نيسان 1950 كانت الأردن وفلسطين دولة واحدة، ما كانت دولتين، كانت الضفتين كانوا عبارة عن ضفة واحدة. لكن بعد احتلال إسرائيل للضفة وقرار انفصال الضفتين، صار عندنا ضفة شرقية وضفة غربية، أي أصبحت الأردن لحالها والأردن دولة لحالها وفلسطين دولة لحالها. هذا الإشي ساهم في حدوث فراغ دستوري في الدولة الأردنية، حيث أن المجلس الأمة كان يتكون من أعضاء من فلسطين وأعضاء من الأردن. لما انفصلوا وصار في عندك احتلال الإسرائيلي، صار إيش؟ في فراغ دستوري كبير، فتوقفت الحياة السياسية والحياة النيابية فترة من الزمن. في عام 1978 ونتيجة حدوث الفراغ الدستوري، أو بسبب الفراغ الدستوري الذي كانت تعاني منه الأردن، في عام 1978 قاموا بتأسيس مجلس أطلقوا عليه اسم المجلس الوطني الاستشاري. طبعا ليش أنشأوا هذا المجلس؟ لصياغة طبعا لسد الفراغ الدستوري القائم حتى إعلان عن إعادة الحياة البرلمانية. متى أعادوا الحياة البرلمانية؟ في عام 1984. كيف أعلنوها؟ إنه دعا لعقد لجنة استشارية. هاي الجلسة أعطت قرار بإنه الحياة النيابية سوف تعود إلى النشاط في عام 1989 من خلال إنه بكون عندك أعضاء منتخبين، أعضاء مجالس منتخبين قادرين على تنفيذ أو القيام بمهامهم. إذا نتيجة الفراغ الدستوري في عام 1978 تأسس عندك اللي هو المجلس الوطني الاستشاري. ما هو سبب تأسيس المجلس الوطني الاستشاري؟ لسد الفراغ الدستوري القائم أو التي عانت منه الدولة الأردنية. يا ريت يا شباب كل الأسئلة اللي بنحكيها تكتبها. طبعا قلنا في عام 1953 كان هناك قانون أو صدر قانون مؤقت اللي هو رقم 15 لسنة 53 اعتمد نظام الصوت الواحد عوضا عن نظام القائمة. شو يعني نظام الصوت الواحد؟ أي أنه أصبح الناخب مقيدا باختيار مرشح واحد فقط. يصرف النظر عن عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة. أنت كناخب بناء على نظام الصوت الواحد بحق لك تختار بس نائب واحد وتصوت له. في عهد الملك عبد الله الثاني بعد ما استلم سلطاته الدستورية، أول ما قام في 2001 صدر القانون المؤقت لسنة 2001 الذي طورت بموجبه إجراءات الانتخابات. زادت مقاعد مجالس النواب من 80 إلى 120 مقعد، خصصت 6 مقاعد للنساء كحد أدنى في مجلس النواب مع حقهن في المنافسة على مقاعد المجالس جميعها. ثم وضع قانون انتخابي جديد في 2012 يستبعد على أساسه نظام الدوائر الوهمية الفرعية.
زيادة عدد مقاعد المجالس النواب من 120 مقعد إلى 150 مقعد، ثم زيدت المقاعد في المجلس الثامن عشر إلى 130 من إلى 130 مقعد وفقا للقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016. هاي كلها أهم الإنجازات التي تحققت في السلطة التشريعية في عهد الملك. إذا الإنجازات التي تحققت في السلطة التشريعية في عهد الملك عبد الله الثاني. قلنا واحد زادت، هاي واحد زيدت أو زادت مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 120. اثنين خصصت 6 مقاعد للنساء في مجلس النواب. ثلاثة وضع قانون جديد يستبعد نظام الدوائر الوهمية. أربعة زيادة عدد المقاعد من 120 إلى 150، ومن ثم زيادة المقاعد في المجلس الثامن عشر إلى 130 وفقا لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016. هاي الأربع نقاط هي أهم الإنجازات. هيك تعرفنا على تطور السلطة التشريعية منذ الملك عبد الله الأول لغاية الملك عبد الله الثاني. نيجي على السلطة التنفيذية، هي السلطة المسؤولة عن تنفيذ القوانين. منذ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة يسيرون على النهج المبني على فكرة دولة المجتمع المدني. إذا منذ التأسيس كان الهاشميون يسيرون على فكرة أو على نهج واحد. شو هذا النهج؟ هو النهج المبني على فكرة دولة المجتمع المدني. فكانت الدستور الأردني بما فيه من حقوق أساسية للمواطن خير دليل على ذلك. فقد نص دستور الأردني عام 1952 أن نظام الحكم في الأردن إيش هو؟ ملكي أو نيابي، ملكي وراثي، والأمة هي مصدر السلطات، والملك هو رأس الدولة تناط به السلطة التنفيذية التي يشتغلها أو يشغلها وزرائه. كذلك أنيطت السلطة القضائية بالمحاكم التي تصدر الأحكام على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقا للقانون وباسم الملك. إذا بناء على الدستور الأردني لعام 1952 تبين عندك عدة أمور. أولها أن نظام الحكم في الأردن هو نظام نيابي ملكي وراثي، والأمة هي مصدر السلطات الثلاث، والملك هو رأس الدولة وتناط به السلطات التنفيذية التي يشغلها وزرائه. والسلطة التنفيذية القضائية أنيطت بالمحاكم التي تحكم بناء على القوانين وباسم الملك. طبعا أخذ الدستور الأردني مبدأ فصل السلطات. إذا أخذ الدستور الأردني بمبدأ الفصل بين السلطات، أي كل سلطة إلها مجالاتها وإلها اختصاصاتها وإلها المهام اللي بتقوم فيها، لكن هناك علاقة تربط السلطات المختلفة مع بعضها البعض. ما بقدر أفصل بشكل كامل، هناك علاقة بتربط هاي السلطات مع بعضها البعض، وهاي العلاقة راح تنظم أمور الدولة حتى يتمكن أو تتمكن النظام السياسي من الاستمرار. لأني ما بقدر ألغي مثلا السلطة التشريعية وما أربطها أو ما أربط عملها مع عمل السلطة التنفيذية، على الرغم من أنه هاي لها اختصاصات وهاي لها اختصاصات، لكن بيشتركوا في بعض المجالات. إذا أخذ الدستور الأردني بمبدأ الفصل بين السلطات، وتضمن عديد من النصوص التي تكفل الحماية لحقوق الإنسان في الأردن. جاء تحت هذا البند حقوق الأردنيين وحرياتهم، وهي حقوق مصونة، وتحاول الحكومات المتعاقبة تأكيدها وتثبيتها عن طريق السلطات العامة. طبعا بعد تولي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين نفذت خطوات إيجابية لمواكبة تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إذا ما هي الخطوات التي نفذت لمواكبة تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية عند استلام الملك عبد الله الثاني؟ واحد
أوعز جلالته إلى المعنيين بتعديل قانون المطبوعات والنشر من خلال تخفيف القيود على المطبوعات والنشر بإعطائهم الحرية في التعبير عن رأيهم. كمان أمر جلالته بتشكيل لجنة ملكية لحقوق الإنسان. إذا هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية للسؤال. بتشكيل لجنة ملكية لحقوق الإنسان، انبثق عن هاي اللجنة واللي هو المركز الوطني لحقوق الإنسان حتى يكفل للإنسان حقوقه بحيث يمارس حقوقه كافة دون أي اعتداء من أي أشخاص. في حال لم يتم أو لم يستطيع الإنسان ممارسة أي نوع أو أي شكل أو أي حق من حقوقه، بيرجع لهذا المجلس، وهذا المجلس بيكفله إنه ما حدا يعتدي على الحقوق للمواطنين داخل الدولة. كمان أقر قانون اللامركزية في عام 2015 لأول مرة في تاريخ الأردن. إذا ما هو قانون اللامركزية، أو لماذا يهدف هذا القانون الذي أقر في عام 2015 لأول مرة؟ يهدف إلى تطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات عبر منح الإدارات المحلية صلاحيات واسعة والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا للعمل الدولة وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرارات. اللامركزية يعني انه بخفف الضغط على رأس الهرم، فأعطى لكل محافظة او لكل منطقة شخص مسؤول عنها بده ينظم امورها بما يراه مناسب، بما يحقق مصلحة الافراد داخل المجتمع. طبعا هاي اللامركزية تهدف لثلاث امور. اول اشي تطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات عبر منح الإدارات المحلية صلاحيات واسعة، أي واحد. اثنين، التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا للعمل، هاي ثاني هدف. ثلاث، زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرارات. إذا هاي هي أهداف قانون اللامركزية. متى انعقد هذا القانون؟ في عام 2015 لأول مرة في الأردن. أقر قانون جديد خاص بالبلديات برضو في عام 2015. هذا القانون له أهداف. أول إشي تعزيز استقلال البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها. اثنين، تعزيز مفهوم اللامركزية عبر إنشاء المجالس المحلية. طبعا هون عندك علل، إذا أجاك سؤال علل بالامتحانات لتعزيز مفهوم اللامركزية عبر إنشاء المجالس المحلية، علل كيف؟ لأن التطور الدستوري الأردني منذ اللحظات الأولى لتأسيسه كان ولا يزال يسير في هذا الاتجاه الذي يؤكد إصرار الدولة الأردنية على ماسية المجتمع، على تأسيس المجتمع المدني. إذا هون عندك إيش؟ علل. علل، بقول لك يتم تعزيز مفهوم اللامركزية عبر إنشاء المجالس المحلية، ليش؟ هي الجواب عندك. ما هو هدف قانون الانتخاب، ما هو هدف قانون الجديد للبلديات في عام 2015؟ يهدف إلى تعزيز استقلالية البلديات. اثنين، التوسع في الوظائف والمسؤوليات، هي واحد وهي اثنين. هيك بنكون انهينا السلطة التنفيذية وتعرفنا على أهم النقاط الموجودة فيها. نيجي على السلطة القضائية. طبعا نظام دستور المملكة الأردنية الهاشمية الذي صدر في 8/1952 نظم السلطة القضائية بصفتها سلطة مستقلة، فنصت القوانين الدستورية باستقلال السلطة القضائية. دائما القضاء هو سلطة مستقلة بذاته، ما حدا بيقدر يتدخل فيها، تصدر الأحكام بين الناس بناء على قوانين موجودة وأحكام موجودة ضمن الدولة، ما حدا بيقدر يتدخل فيها ولا حدا بيقدر يفرض هيبته أو يفرض سيطرته على هاي السلطة. طبعا أخذت استقلاليتها بوصفها إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتضمنت كذلك الاستقلال الشخصي للقاضي بما يضمن حمايته من أي تدخل من أي جهة مهما كانت في القرارات اللي بأخذها أو في الأحكام اللي راح يصدرها القانون. طبعا عمل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه على تطوير السلطة القضائية. كيف طورها؟ من خلال واحد،
أنشئت في عهده محكمة أمن الدولة في عام 1959 التي تختص بالجرائم التي تتعلق بأمن الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي. هاي أول أمر قام فيه. اثنين، ثم إنشاء محكمة أملاك الدولة. طبعا هاي الاختصاصات، عفوا قبل ما نحكي عن اثنين، هاي الاختصاصات التي شملت عليها أو التي تهتم فيها محكمة أمن الدولة. أول إشي أمن الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي. اثنين، محكمة أملاك الدولة. اثنين، محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل والمجالس العسكرية لدائرة المخابرات العامة ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى. كل منها لها اختصاصه الدقيق. طبعا هاي كلها تندرج تحت محكمة أمن الدولة. طبعا في عهد الملك عبد الله الثاني أصدر قانون، عفوا السلطة القضائية أو السلطة القضائية في عهد الملك الحسين بن طلال طور هاي السلطة من خلال أنه إنشأ في عهده محكمة اسمها محكمة أمن الدولة في عام 1959. هاي المحكمة تختص بالجرائم التي تضمن أو تشكل خطر على أمن الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي. هاي مجال محكمة الدولة. عندنا أنواع كثيرة من المحاكم اللي هي محكمة تختص بأملاك أو بمجال أملاك الدولة أو الاعتداء عليها، محاكم استئناف وقضايا ضريبة الدخل اللي تتعلق بالضرائب التي تتعلق بالضرائب التي تفرض على المواطنين، عندك مجالس عسكرية لدائرة الانتخابات، دائرة المخابرات العامة، محاكم الشرطة ومحاكم الجنايات الكبرى، وعندك محاكم البدايات وإلى آخره من هاي المحاكم. كل محكمة لها اختصاصاتها الدقيقة التي يعني تتعامل فيها وتحكم بين الناس بناء على قوانين وضعت لكل محكمة. في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صدر قانون استقلال القضاء عام 2001 الذي أكد على القاعدة الدستورية واستقلال القضاء وأنه لا سلطان عليه في قضاياهم لغير القانون. أي هذا القانون أكد على استقلال القضاء، لا أحد يستطيع التدخل في القضاء في هاي السلطة، ولا أحد يستطيع التدخل في قرارات القاضي. القاضي هو الشخص المسؤول عن الأحكام التي سوف تصدر بناء على القوانين. إذا القاضي أخطأ هناك مجلس قضائي مسؤول عن هذا الخطأ وراح يحاسب القاضي. ما بيقدر أي شخص يعني يقلل من هيبة القاضي أو من هيئة المحكمة بأنه يتدخل في شؤونها أو يفرض عليها أوامر. هي تكون سلطة كاملة أمامها دستور وأمامها قوانين، بناء على هاي القوانين سوف تصدر أحكامها بين الناس. آخر إشي رح نحكي عنه إنه في عام 2005 صدرت أول مدونة لقواعد السلوك القضائي ونشرت، ثم ألغيت بموجب مدونة السلوك القضائي في عام 2014. صدرت واحدة جديدة وألغيت القديمة اللي هي سارية المفعول لغاية الآن. شو الهدف من هاي المدونة؟ الهدف منها اللي هو تعزيز استقلال القضاء ونزاهته وحياده وكفاءة القضاء وفاعلية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق الحق وترسيخ مبدأ القانون، بما يعزز ثقة المواطن بالسلطة القضائية وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحيادة وتجرد. إذا ما هو هدف مدونة السلوك القضائي؟ هاي الهدف موجود أمامك. ما هي مدونة السلوك القضائي المعمول بها حاليا؟ هي مدونة التي تم إصدارها في عام 2014. المدونة في عام 2015 ألغيت. طبعا هاي الهدف وهي المدونة اللي حكينا عنها. هيك يا شباب بنكون أنهينا الدرس طويل شوي، لكن بيحتاج شوي منك لحفظ. بعض في تواريخ كثيرة بعينكم الله بتحفظوها، بتركز على التاريخ، على شو صار فيه، شو الهدف من القوانين التي تم إصدارها. وأي سؤال بواجهك أو أي إشي بتشوف فيه صعوبة بتيجي بتسألنا، وإن شاء الله إنه ما منقصر معاك. ويعطيكم ألف عافية. لا تنسوا حل الأسئلة
وجب